السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ ميموشا. كنتمنى تكونوا بخير ودائما في صحة جيدة. اليوم كنقترح عليكم فطائر رائعين بحشوة سهلة ولذيذة، وحتى العجين سهل بزاف وكيجي خفيف ومهوي من الداخل. لمعرفة طريقة تحضير الخبيزات والمقادير بقوا معي أخواتي حتى الآخر. بسم الله. الحشوة نحتاج فيه جوج حبات من الجزر، جوج حبات من القرعة، فلفلة حمراء، فلفلة خضراء، وبصلة متوسطة. والفلفلة الحمراء يمكن لكم تستغناو عليها إلا ما كانتش متوفرة عندكم. غنضيف أيضا القليل من الملح معلقة صغيرة من سكينجبير، جوج معالق صغار من الفلفلة الحمراء، نصف ملعقة صغيرة من الإبزار والزيت النباتية، وغنمزج جيدا هذه العناصر. ومن بعد ما الخضرة طابت غنضيف ليها الشعرية الصينية، والشعرية الصينية رطبتها في الماء غليان وقطعتها قطع صغيرة، وأيضا علبة من التونة والقليل من المعدنوس. وبالنسبة للطون يمكن لكم تعوضوه بالدجاج أو باللحم المفروم. بالنسبة للعجين غنحتاج فيه 500 غرام الدقيق الأبيض، ما يعادل 4 الكيسان ديال العنبة، معلقة كبيرة من خميرة الخبز، الملح، كيس من خميرة الحلويات من فئة 7 غرام، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من الخل. وغنخلط مزيان هاد المكونات جيدا، ونضيف الماء دافي شوية بشوية حتى يجمع لي العجين. من بعد ما تجمع لي العجين غندهنه بالزيت، نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه يختمر. من بعد ما العجين اختمر غندهن يدي بالزيت ونقسمه لكرات صغار. انا غنقسم العجينه ل12 كره، وانتم الا بغيتوا الخبيزات بحجم اصغر غتقسموا العجين لاكثر من 12 كره. غنغطي كرات العجين ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا 5 دقائق.
من بعد 5 دقائق غنبدا نبسط العجين، دهن سطح العمل بالزيت وغنبسط العجين على شكل مستطيل. من بعد ما بسطت العجينة دهنتها بالزيت وغنوضع الحشو اللي كنت حضرت معاكم من قبل فوق العجين على شكل طولي. ونبدأ نلف العجينة على الحشو بهذا الشكل. بالنسبة للحشو يمكن لكم تستغناو على اللحوم وتستعملوا فقط الخضر، كما أنكم يمكن لكم تستغناو على الشعرية الصينية وتستعملوا فقط الخضر والتونة. لفيت العجين مرة أخرى على شكل حلزوني حتى حصلت على هذا الشكل، وغنستمر بنفس الطريقة. من بعد ما ضغطت شويه على الفطائر غندهنهم باصفر بيضاء، معلقه من الحليب والقليل من التحميره. نخليهم يرتاحوا فقط 5 دقائق وندخلهم للفرن. في الختام ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وعلى زر الجرس باش يوصلكم الجديد، فضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.